مشيش المديونية، كل ما في الأمر أن الراجع نفسي والراجع اقتصادي ما هو غير ضروري ما نستوردوش ونعوضه بالإنتاج الوطني. وبتوفيق من الله عز وجل والوطنيين الأحرار اللي اشتغلنا مع بعض وصلنا لهذه الموازنة الجديدة. بدأت زدنا وصلنا في تقوية الإنتاج وعدم الاستيراد بدون حرمان المواطن من أي شيء، رغم محاولات أخرى لخلق البلبلة وخلق الندرة تاع بعض المواد. وصلنا اليوم الاحتياط نتاعنا راه ضعف، بالتقريب ضعف الاحتياط اللي وجدناه. ما قلناش حنا كاين البلاد غنية، البلاد اللي كان يخطوها اللصوص تمشي بعيد. إذن اقتصادنا يتقوى إن شاء الله ويزيد يتقوى أكثر. اليوم احتياطنا الصرف الحقيقي راه يفوت 70 مليار دولار، كان ب 40. صح سعر النفط والغاز داخل فيه شوية، ولكن العجز كان بدا يتسجل لما كان برميل النفط يسوى 140 دولار آنذاك، لأن 140 دولار كانت تخرج منها 80 دولار للخارج. إذن ماهوش إلا السعر، فيه إرادة قوية تاع ناس وطنيين أحرار اللي تصدوا المشاكل المطروحة.